عشر وعشر وش عيب الله في المنجل لقاك مقابل هذاك المسلسل ديال مهند؟ ها؟ وش عيب الله انت اللي داير لي تصويرتو في بيت نعاس؟ لا انا نونوس ولا بابا نويل كان بات حداك ولا حقا اقتلوا لا لواط مع مرا بين ناموسيه. ها؟ اليوم لمين تنصوتي ديك التلفازه؟ تات لهاد مهند هذا هو اللي كيخلص لنا الماء مع الضو؟ ولا هو اللي كيخلص لنا التريته مع المدرسه ديال الدراري؟ ها؟ شتو عا كيف بدات المراه هذيك كيف بدات مهند؟ المراه عندي كتبلونطا كتغيب تقول رشوها في فليتوكس اش تيجيو الشفاره يديو الدار كامله ما يديوش لي على التليكوم والله ما تحس بيهم. دايره ليا تلفازه في بيت نعاس وتلفازه في الكوزينه وتلفازه في الكابينه هذه راه ما بقاتش دار ولات اذاعه تحت المسلسل اللي فيه 160 حلقه كيكبروا فيه الممثلين بداو صغار ما عندهمش حتى لاكار يتزوجوا فيه ويولدوا الاولاد. ها هذا مسلسل هذا مسلسل شي كاع دوك المسلسلات ديال 160 حلقه 200 حلقه كيتشراو المترو الشغل التلامط داك الشيء على عزاز على العيالات. واش المسلسل اللي جاي يدير فينا حاله على المصريين المسلسل كامل هما مضاربين على الورث. ها تقول كاتبو نطير المكسيكيين ما كاين عجب واش طلق تقول المخرج عدول زيد عليهم التركيين هادو تا هما المسلسل كله كسيد تقول المنتج ديالو كوستاتور. ولاني هاد مهند هذا طلقوا علينا هندو على العرب كاملين كاين اللي طلق مرتو على قبل مهند كاين اللي دارت سويتو بيت نعاس كاين اللي دارتو في المخاد كل شيء ولي هاتز بهاد مهند تقول بوغطات ديال العيالات. البارح البارح مشيت واحد الاداره بغي نسوي ورقيه نص ساعه وانا كنتسنى في جوج موظفات لما بغاو يحشموا ما يدوا على نور مهند. حدا قالت صاحبتها بصراحه مجوجه على نور والله العظيم انا واخده غوريلا يا تشيتا تشيتا قبلي خدمتك وقبلي لنا مصلحتنا. قالت يا مالك مالك تشوف كتشوفش فينا خدامات مشغولات؟ ها مالك كتشوف فينا مشغولات؟ لا كتسوي السيجار. قلت يا نتايا ماشي بنادم ما عندكش احساس. بديت كنتخاصم معاهم قلت غنطلع عند المدير. طلعت عند المدير تلقى لي الشوش قال لي ما كاينش المدير. قلت لي فين مشى؟ قال لي مشى للقنصليه ديال تركيا ابغى ياخذ الفيزا ديال تركيا ابغى يدوز كونجي عند نور مهند. طلع لي الدم خرجت تلاقيت مع واحد مول الهندي قال لي خذ خذ هندي خذ خذ الهندي ديال مهند. قلت ليه هند عليك الخير والرباح. المصيبه وقت المسلسل ما بقيتي تشوف شي دريه خارجه تقول كاين الشدان كاع اللي سميتها نوره سمحت في الاليف ولا سميتها نور. البارح عيطت لي خالتي في التليفون قلت لها الو قالت لي تشوخ. شنو هي تشوخ خالتي؟ قالت لي الو بالتركيه. لا سعدي بخالتي ولات مرادعه مع زربيه كدوي بالتركيه فيك ما كاين باس. قالت لي المعلوكه ديال بنتي نور. قلت لها شكون نور؟ قالت لي نوره. قلت لها مالها؟ قالت لي راه جرات على خطيبها قالت لك خاصو تا هو يكون سميتو مهند هو سميتو محمد. قلت لها مزيان تبارك الله مزيان. قلت لخالتي انا غادي نجي غنجي مع 10 الليل نصب لنا ديك المعلوكه. قلت يا خالتي لا تجيش وليدي في العشره. قلت لها علاش يا خالتي؟ قالت لي حيت وليدي كيبدا داك المسلسل ديال نور مهند. مصيبات مصيبه هذا المسلسل المصيبه كاع الدريات حفظوا هذه المسلسلات على هذا الحساب العام الجاي يديرهم لهم في المقررات ويقراو لهم عليا باليمين حتى وحده ما غادي تسقط خصوصا اللي كانوا غيتبعوا قرايتهم في تركيا. انا الوالده ولات مقابله على البارابول ها ام بي سي تعاودوا في ام بي سي 3 ام بي سي 4 كون داروا لها في الثلاجه كنت فرجت فيه عاد البرد يدور الطبسيل كنقول لي طلع وليدي طلع وليدي دور الطبسيل كنطلع انا ندور الطبسيل الفوق اخوتي كيدوروا الطبسيل ديال المرأة لتحت كنزل كنلقى عاد شاش. شتي حنا العرب ما كاينش اللي كيجمعنا قد الطبسيل
تعد الله شحال من مؤتمر دار تجمعنا، شحال من مصيبة دار تجمعنا، حيانا الله تشنا العرب مجموعين كاملين في اتجاه واحد سماه العرب شات. في عال غنوا التفرقيع والعراق والحرب، ديك النهار جاو عندنا شي نصارى قلت انا نتفطح عليهم، عندنا اتجاه ديال العرب شات نفرجهم شي حاجه. حليت الاذاعه باللي متفرقيع هما يتخلعوا، قلت لهم نو 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 ما تخلعوش لا تخلعوش، هذا واحد العيد عندنا كيشتي عندنا عيد سميتو عاشوره كنديروا فيه القنبول ونشعلوا فيه الشعاله. عاد زادوا تخلعوا النصارى، قالوا في خاطرهم ناري هادو عيدهم في التفرقيع، علم الله الحرب كره فيها الزنزان. كاع الدول عندهم فضائيات، حتى العرب عندهم فضاحيات. اذا علي طليتي على تلقى فيها السهم، كل شيء ناس الحوايجو، كل شيء نص نص، ها ناعسي عقرب، ها هيشاء وهبي، ها ابليس، ها ريب روبي، ها شميكيره، كاع المغنيات دايرات الشفافيه في لبسهم، حتى حاجه ما كيخزنوها علينا، اللي عندهم كيوريوها علينا. وهذا هو التصريح بالممتلكات، كنا كانوا دوك المسؤولين بحالهم كون شحال هادي نشطنا. وتم الوليد من نهار شد ديك المطوعة الغدرية طوعوه غدروا به بركوه بز منه ولا مقابل على الإذاعات، ها سوطانة ها دريهم ها مزيكا، حايد لي اللقمة من فمه ولا تحيش لي التيليكومون من يده. ديك النهار قال لي أوليدي الطفلات هادو اللي سيراتي غنيو على هذا اللبس اللي لابساته تقول من نعاس السهرة، تعطي الله واش عندهم شي والدين ولا عمر صومات. شوف 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 الكافرات بالله طالعات على الصح. انا نخاف على الوالد شي نهار يسخر عليه الراس وبغى يدير راسه في شي كليب يبغى يشطح ويشدو دي شيرور، كنت خلعوا عليه بعد المرات كيبقى داوي على راسه عاف خاطره. قال لي ديك النار اولي اولي ما بانو تكبرنا، ولاني راه ما كاينش اللي غتصطي قد وحده، غدا تسوطي لي الفيزيبلات ديال ركابيه، غدا تخاصمو مع الحاجه. هذيك العيشوريه ديال شاكيرا ما تبان لي كيبغى يصدرني. قال لي يا اوليدي سير جيب لي الحليب من الفلبين. ديك النهار لقيتو داويتني على راسو. قال لي يا اوليدي هاد شاكيرا عدام يبغوها عزيزه عليا اوليدي. عاودي ملي كتكون كتحير او مشرقه حوايجها وطالقه داك الشعر تقول كتشرب الماء طايب ولا الحاليه من عندنا. اقول يا وليد ما تكونش من العلوه. والوليد الوليد بلاص التسبيح ولا هاز تيليكوموند. ديك النهار قلنا لا الوليد الوليد نود سير نود العشاء نود سير الجامع، خلينا نتفرجوا شويه في الكوره في الريال والبارسا بزز باش ناد مع التلفه، خلى التسبيح قدام مع التيليكوموند. وصل للجامع تلاقى مع الفقيه قال والحاج والحاج ولاش تيليكوموند؟ قال لي مولا العشاء نشدو اقرا. واش عباد الله بغيت نشوف واحد الحاجه، هاد الاذاعه ديال العرب ما فهمت حاجه مهمه. ها مع العرب ما عندهم تاريخ ما عندهم حضاره، على الغنى والتفرقيع. ها اختي الصغيره ديك النهار سولتها قلت لها شكون الرئيس ديال تركيا؟ قالت لي مهند. إلا قلت لها من اكتشف أمريكا تقول لي مايكل جاكسون. الفضيحة هاد الجيل اللي طالع ولا كيعرف روبي ورولا وهيشاء أكثر من صلاح الدين الأيوبي وابن بطوطة. ولأني تا مسؤولين كيساهموا في هادشي كيتفكروا التاريخ عف الشوارع. واش عباد الله شارع صلاح الدين الأيوبي كله مظلم كله كريساج، شارع زرقطوني كله نصارى وغوت وصداع بحال الشرق الاوسط. وحتى المهرجانات كنا بكري كنجيبوا الشيخات والخيل والنشاط وطيح اكثر من الواقف، دابا ولاو كيجيبوا المغنيين من برا، ولات وزاره الثقافه كتجيب البراني اكثر من وزاره السياحه. غاديك النهار ديك النهار في مراكش جابوا ديك ناعسي عقرب كاع اللي حضر السهره عاود الوضوء. الزغبيه ما عندها ما تلبس، جات لابسه حوايج بنتها الصغيره، مشات لميسرة تلاقات مع سميره بنت سعيد بغات تفقسها، قالت ليها انا رحت للمغرب ولعبت في جامعه الفينا. سميره بنت سعيد بدات كتضحك
قلت له ليش تضحكي؟ قلت له عشان جامع الفينا كيلعبوا فيه على القرود ونحنا شكون الفاع والعقارب كون ما عرفوكش الفاع قرطيطه قام يلعبوا قتم. هاك جات دات مليار وشبعات فينا معيار ولين احنا اللي كنصروهم. كيجي الفنان من برا كينساو البندير والجرة كيضربوا علينا بالنكره قالوا حق مشهور الفضائيه. ها هاك ديك النهار كنتفرج في السهره ديال السبت هاو جابوا داك البرنامج ديال استوديو زحام ولي دام عامل عاد الريات نص نص بحال القهوه. المصيبه قال لي صغروا على الحوايج شنو تغني لا كلام لا صوت عم شاشو كيتناقزوا. ها ضحى جيبي لينا نجم السهره مغني من لبنان على قله الفنانه في المغرب. والفضيحة كبيرة وقلنا ذاك المغني في لبنان ما كيعرفو حتى واحد. يلا بدا مع الدخلة كارين شي دريات القدام على الغوت عشافو حماوة الغوت واو واو واو. هذاك الفنان دخلوا الشك قال أول ياك ما دخل الحمام ديال العيالات ولا تغلط لهم معنا جيت عتابو والعبد هادي بالخيار جاو يشوفوا لقاو المخرج اللي يحليهم فار وسط الجمهور وارد في السهرة كاع الدريات كلهم معريات على كتافهم تقول دير هاد الاحرام ولا الطواف. ومعلشنا كل حجاج انا نسحب السهره من قولة عام السعوديه. المصيبه كاع المشاركات اللي كيغنيو والمشاركين كيغنيو على الغربي ولا الشرقي والمخيره فيهم العام كامل وهي كتشقى على مولاي الطاهر والعلوه. ولاو الدريات كيوجدوا الاستوديو الزحام اكثر من الباك. واحد الدريه من جيراننا معاهم كانت عا خايبه وزوقوها بالماكياج ولبسوا حوايج دراري الصغار بنت في التلفازه عريانه وباها مقابله انا مغطيك برده ومفرجك برده. امتها هي جمع العيالات في الدار ومقابلها في التلفازه شوفوا بنتي تبارك الله بيضاء وزينه وافق الحمام ديال الاذاعه. انا حاجه وحده اللي بغيت نعرف كي دارت هذيك توصل لديك السهره باش تغني كلها تفواس لا زين لا مجيب كري وفوق هادشي كامل مراجلة في هضرتها تا هي دايرة معاهم استجواب قدام العتبة ديال الباب. في الصراحة بسم الله الرحمن الرحيم عدنا مشتى الرجيم استغفر الله العظيم. في الصراحة سميتني من حي حي وكي كي كي عيطوا عليا في الدرب رو 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 روبي باي باي. من نهار الاول نهار تزت كنت عارفه راسي فنانه حيت امي كانت حامله بيا كانت كتوحم على طع 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 ريجه وكانت كتشها تبقى تابعه شي هديه. واحد النهار شد 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 شدها الوجع في واحد العرس تعطلت القابله وهي تولد النقافه وانا نتزاد فوق العماريه. ولكن اللي اكتشفني اول مره هو الاستاذ ديال الرياضه. في الاول سمعني كنغني في الفيسير كيسحبوا السونيت ديال الاستراحه حتى ملي قرب عاد عرفني كنغني شد فيا شدت العمى في الظلمه وقال لي شوفي من حي حي القرايه ما بغاش تدخل لك داك الراس داك الراس عندك قصح من الكاسك الصنعك كبرتي عليها تبعي الغنى يطلونصاي يتشدي. وباش ما نكونش نكارة تاني ما ننساش صحاباتي اللي كنت خدامة معاهم وزين الحوت كنت كنكوره ونعطي العبر داروا عليا ليله اللي ما يدارش وقت الماكلة كانوا كلهم كيحطوا اللقمة من فمهم وكيبداو يتصنتوا ليا. واحد المسمومة قالت لي صوتك كيهرب لينا الشهية. انا عارفه حساده شتي البارح واحد جارتي كنت غدا البرنامج لحت لي السحور في القب ديال الجلابه ولكن انا مالي انا الجلابه دايره عفان تاع القب الخويا
انا راه غنغني بالدوني والكولون اللي هلي فيه البرندك والزقلي. ولكن الشتي هذا العام والله ما نتعاطى والله تيطيح الرواح ديال الضو. غنشارك واحد الاغنيه خطيره واعره من كلمات الشاعر الكبير صاحب المستاج الخطير الفنان الستاتي. الحان وائل كرفي كتقول هاد الاغنيه اوف 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 كاينه ظروف. وان شاء الله من هذا البرنامج غادي نشارك في ذاك البرنامج الاخر ديال صوب بي ستار. وهذاك يطريق انا غاده نمشي نشارك ذاك البرنامج ديال السطا الاكاديمي. والمهم غنتلونسا بجهد الله ولا العيش البحريه. وبينو تاني واحد المشارك اخر مغيب قول فاطر الكواتشو. قالوا له شو سميتي؟ انا سميتي صالح النشاز الملقب بالفنان قصيصة. ومن صغري وانا فنان شتي امي الواليدة امي انا حيدت لي البيبرو بغات تفطمني فطمتني على الكاسيطة ديال عبد الحليم حيت كانت مخاصمة مع الواليد بديت نحشيني الهضرة وقالت لي ولقيتها ديال الفرصة باش انا غنتعرف على عبد الحليم واللي زوينة وان الواليد سميتو عبد الحليم داكشي علاش كنحس انا براسي ولد عبد الحليم. ولا ما تقتوش شي في الحقيقة ديال هادشي كامل كاينة الاغنية كتقول قولوا له الحقيقة حيت عبد الحليم كان بأبائي كانت القهوة كيقولها القهوة ويوم القيامة كيقول يوم القيامة. انا اللي عاقب عبد الحليم وحق الرب المعبود بالله. شي عبد الحليم واحد الغدية ما عرفتها واحد. عبد الحليم مغربي من مدينة القارة. انا قشعت في واحد الديسك. طلع واحد طلع وانا نقول لي زقار عرفته مغربي من مدينة القارة. من اللي غنى داك الديسك قال لهم خسارة فنائك يا قارة. عيني يا بتبكي عليك المرارة عليك يا قارة. شتي انا من صغر وانا فنان والله وخاك يقول لي انت صالح وما صالح لوالو. انا كنت كنسمع الهدية وكنت متوضر كيوصل شهر 8 دارنا كيحدو معايا حق الله كنت كنتوضر بزاف. انا كنت كليان ديال المختفون. ولا عبد الحليم غنى على الماء والخضرة انا مريقل وعايق غنزيد الحب والعطرية ونكمل هذيك الاغنية وندير الكليب في الكوزينة والجينيريك في الكاميلا. واليوم انا ما غنتعاطقش غنشارك معاهم واحد الاغنية زوينة الكلمات ديالها كيقولوا حمريش طبيب ومقاري. المصيبة هذاك البرنامج ديال استوديو زحام في عال براني على قلة الفنانة ديال المغاربة. لبنان لا لبنان عدم داودي تبارك الله هو فيه تو واحد ديفو كاسيطة ورا كاسيطة ديك النهار مشيت شري كاسيطو قال لي واش ديال الصباح ولا ديال العشية ما بقاش كاسيطو ولا باريزيان. لا لبنان عدم سناجي هو تو فيه واحد ديفو ما كاينش الديسك اللي ما يغنيش فيه وما يرغيش. يا المهمة وهي اليتيم وهي الوالدين. مشيت نشري كاسيتو عطاوني معاه كلينيكس عارفيني غنبكي هذاك السهره الاخرى غيديرها في المقبره. لا لبنان عندهم المرضي السهره اللي غنى فيها يقول لهم عندي قليب واحد باغي نهديه انت مالك عندك بطوارو. لا لبنان عندهم ناس الغيوان وتحيه لناس الغيوان بهذه المناسبه وتحية لخويا وحبيبي ورمز ناس الغيوان مايسترو ناس الغيوان عمر السيد هو تاهو كاع صيفطم مسكين العربي باط ما عطاه تمارة الله يرحمو مهمومة واخي مشى بوجميع تاهو الدعدوع تقل عليه لكتفو مسكين
ضربته ما ربش الله يرحمه. علا المرض باكو مرض هو مكيس على راسه. فزال عطينا 20 عام اخرى وصل ملي يغني على النحلة شامة وهي اشاء كيبقى حاضيتك الطير. لا لو بنال عندهم ستاتي تبارك الله شعرهم ما مشطوش من 72. المستاج عدو كي القصة فوق نانفو. ديك النار مشى لفرنسا قالوا لي سميتي؟ قال لي هما سميتي السيزياماني وهذا هو المود باس ديالي. لا لو بنال عندهم سعيد الرحالي تبارك الله الله يبدا فريخ قول كي لحل الاغاني ديالو محطة ولاد زيان. كاع المغنيين قلدهم قال لي عمو هند توا خرج لي اغنيه بدي هند علينا. يا عندنا الفنانه تبارك الله خصنا نتهلاو فيهم راه ما كاينش لي برد لينا القلب قد ولاد بلاد. اللي زوينه لا فن الرياضه مهرجان اللي درنا والبطوله اللي درنا ديال البراني عاف ساعدهم ياكلوا يشربوا ويديو معاهم. ياك مشاو لبكين رجعوا باكين تميده ليا ما جابوها باش كيعجبوني المغاربه ما كيرضاوش يباتوا عند البراني. نهار الاول رجعوا كاملين قال لك عندنا عجري احنا نعرفوا نديروا حتى حاجه. ها ياك الحراقه كيضربوا اكثر من السباحه اللي كاينه في الاولمبيات. والبوكس البوكس العام كامل وحنا مضاربينها مع المعيشه والماء والضو باقي نعقلوا على شي واحد هنا. ولاني كل رياضه عندنا عندها جامعه وكل جامعه جامعه وطاويه. ها لا بوكس لا كره لا جري شوهتنا في غانا وبكين يضحكوا عليها العباد في رمضان. ها تسنيناهم يوجدوا لينا الكومير ساعه جابوا لنا لومير 70 مليون لا مالو غيصوبنا الاكسجين. ديك الساعة جابوا 70 مدرب مليون المدرب وكل مدرب يشد العاب غيشيطونا المدربين غيدربوا لي زاربيط وغيشيطوا المدربين ويدربوا الجامعة كاملة. ها تبارك الله في بكين شينوا داروا افتتاح العالم كله بقى حال فمه بنجونا به شي طير في السماء داروا العافية في الأرض عاد تيران سموه عش العصفور تبارك الله السلوكه باش مصوب والحديد باش مصوب يصوبوا به مدينه اخرى. ها جمهور كيدير كله مشطه وحده بركه وحده لبسه وحده انقيين نقول من الحمام التيران كل شيء شجع لا غوت لا صداع. ها طلي على مساخط الوالدين عندنا بيقامي جاب 20 درهم جاي التيران فوق طوبيس بحال طايره بقر داخل التيران ثلاثة الناس بالفرنك شاعلين العافية مرسين الكراسة شابعين سبان ودفال في الاربيط الاربيط كيخرجوا على البوليس تقول خاونوا ولا قاتل. ها بكين تبارك الله الشينوا الغازو الغازو تشهات عمر بياتي خضر ماشي بحالنا احنا شي تيرانات تقول زارعين فيهم القزبر ولا الخبيزة. انا كنشوف ديك اولمبيات كلشي منظم تقول مقرافين كلشي تشافو. انا كيعاود لي واحد الخراز كيبيع شريف في الشينوا قال لك الا بغاو يسميو ولادهم كيلوحو مقلم على الدرون كتسمع طين بين تشو هذيك هي سميتك. هما الشينوا في البيع والشراء ديالهم كيجيبوا الناس سلعه فالصو. ديك النهار مشيت نشري الصباط شريته ب 50 درهم كملتش بيه 5 الخطوات تشرق ليا تقول 10 درهم الخطوة. قال لك إلا عطاك العاطي إلا تبيب بلا تشاطي جاتنا التكنولوجيا على غفلة. المصيبة هذاك البورتابل سطع عباد الله. هذيك النهار تلاقيت مع الوالد مضارب مع التليفون ديالو قال لي يا وليدي هاد التليفون في واحد ديفو خايب ملي كان طفيه ما كيبقاش يشد فيه الريزو. يا الوالد
ويدك تليفون عندك سير لوحي وقد دفع شدك تليفون عندك والله وشيتي درتيه في برور وحطيتيه في جيبك وصونا لك شي واحد تيطيحك. يعني شوفها وليد شاد تليفون معز على امك هو ليش؟ قال لي كتهرس بيه السكر. شوف الوليد شوف الوليد شوف التليفون عندي شحال زوين وصغير هاو هاو شتيه؟ قال لي بشحال شريتي؟ قلت لي 30,000. قال لي سيدوك راج ويشرى واحد كبر منه ب9,000. الوليد الوليد التليفون شو كيدير؟ هو زوين صغير فيه تصاور فيه الفيديو فيه الكاميرا رخصوا عنك في ولقات الافراح. يا وليدي غيبقاو يصغروا هذاك التليفون حتى يغبر عاود تولي تنوي ودوز المكالمة ويحسبوها لك في خاطرك. بيني وبينك أوليدي شي وحدين عندنا في الدوار ما بقاوش بغاو التليفون اللي ملخين لاحوا رجعوا للحمام. اللي بغى يصيفط شي رسالة يكتب وريق أو صيفط مع حمامة ما كاين عصيفط حمامة يجيب حمامة واحد وصلته حمامة في ورقة خاوية. المرة الأولى المرة الثانية أطلع لي الدم شدة كالها الدالمو الحمامة قال لي تالي سيفت ديال الحمامة فار أخاوي اش بغيت؟ قال لي عبي بيت عليك. الآخر قال لي فين الحمامة ديال؟ قال لي سرطات البواد فوكا. لا في حقيقة التكنولوجيا جاتنا على غفلة ما موجدينش ليها. قال لك حقا بكليك نخرجوا عليه طلقوا علينا الانترنت كل شيء ولا كي شاطي الدري شاطي البو شاطي لم تشاطي دريا كتشاطي كل شي لا شاط على شاط شي خير هوجه وجهكم. تعت الله ديك النهار وقف في الدرب تبنوا لي الدريات من الصالون للسيبير وتوي لك ما كان شي اسبوع ولي شي اختنا في السيبير مشيت نشوف لقيت بنات الدرب تبارك الله كل وحدة مقابلة مع تلفازة مع اورديناتور ودير الصناتة تفودنها تقول ناقلة الماتش حاطه قدامها كاميرا صغيره وحده عاد خلات بركات كتعيط هذاك الدري مقابل السيبير سمير اش اخويا صوب لي الكاميرا اجي شوف شوف قد لي مع وجهي شد لي عنقي وشويه من صدري لا صافي وين الدرب هذا صافي انا صافي شوف اعطيني اخويا الكاسك لاحظ كن مزيان شاد طريق ولاد زيان شوف سمير اش اخويا اجي شد لي السيت هذا الله يعطيك السر www.fouquier.com الخليج الخنيز صافي شكرا اخويا الله يحفظك الو شوف جاسم كتشوفني يا هلي يا هلي شوف دلكم دلكم اويلي مرس قاصح تدلكم كتسمعني دلميك دلميك هذاك تميك عليا جاسم شوف من راس كيبان كبير مالك مالو كيبان في الكام كيبان ليا كبير يكمفك بصفير شوف جاسم اتكلم اتكلم ما تسكت مالك ضربك الضرورة شوف جاسم ما عقلتش عليا اويلي سعاد سعاد الشهباء ايوا الشقراء دي الكباري القباري القباري شوف لا شعري هذا وحق الله بل لك مبدل اسبغ اسبغ لا وقع لي مشكل دابا البعلوك ولد اختي مستو صيفتو شوف جاسم صيفتو جيب لي السباغه ديال الشعر مشى لي عند الدروغري جيب لي السباغه ديال العابن شعري ولا بحال هيدوره شوف جاسم مالك الله يعطيني العافيه بغيت نتشعرف ان شاء الله اولا ما كتخص الهضره مالك معليش معليش صافي معليش زوينه معليش شوف ماك مقلق مالك اش برج عندك اش من برج عندك برج الحمل الله يفك حيلك بخير انايا برج المراقبه وبعد المراش برج ايفل شوف جاسم انا بدي مصاري صيفط لي حواله على البوسطه وستر ويو فلوس عشان البس اتنتك واستناك شوف جاسم ما شفت خويا شي كونطرا خويا خويا
كتبغوا القباسة والحجامة. لا خويا ما عندوش ديبلوم، هو شومور كان كيبيع الديطاي وشوية ولا كيبيع الحشيش. لا خويا ماشي بزناز ويلي. شوف صيفط لي عباية أمي صيفط لها جوج زيوفة وبفوقية كلهم يدعوا معاك والله يا جاسي ما حق الله. شوف قلت لك أمي ملي تجي عندنا غدي لك الرفيسة البصيرة. أيوة العمياء وبابا بويا أبويا أبويا حديك الحمام يطعطع لك العظام. أخويا حديك النافورة تشوف الحمام. جاسم شوف كت ألو ناري ناري الريزو غالي عندهم. جاسم فينك تشديتي ناري فين هو سمير نشوف يا جاسم. هاجي ناري مشى. كيقولوا بحجيره بحجيره تدير دويره، وليني دابا مع هاد الكريدي دابا خاصنا نقولوا بتريته بتريته تتلاقى مع شي تشتيته. متى من السلف توا عزلونا فيه سمونا فقارين. ها قال لك اللي ما عندوش الوراق يسلفوه، شحال خايبه على خريمنا ولينا ما عندناش الوراق في بلادنا. ها عاطينك بارطمان بلان ديال القفز إلا دخلتي على التلفازة والطابلة والتلاجات مات في الدروج. تعطل بارت ما فيها جوج مترو تخلص على 26 عام واخا تكون غير تعطي درهم في النهار طلع لك بارت ما بمليار مالك واخدها في قمارو. ويعجبوك في الإشارات كيبينوا لك الدار مفرشة هما في الحقيقة كيفرشوا لك. المشكلة كل شيء ولا بكريدي. ها حاولي ولا بكريدي لما خلصتيش يديو لك القديد من سطح. ايه الدار ولا بكريدي لما خلصتيش يديو لك الجليج. والجواج الجواج عباد الله ولا بكريدي لما خلصتيش يديو لك الدراري. ولاني كتجي عف الدرويش يا الفقراء تبارك الله السبيطارات ولو كيتعلموا فيهم الفراملية ولي ستاجير. ديك النهار شي واحد مشى يدير عملية في السبيطار القاعة الدراري ولي ستاجير كيلعبوا لي في كرشو فصلوه ما عرفوش يرجعوا لي البياس ديالو. قال لك حقا ما قريناش هاد الدرس. ملي هربوا لهم هذوك الاطباء في المغادره الطوعيه يمشيو يجيبوا العشابه والشوافات وما احنا ناقصين ماتيريال يجيبوا صحاب الجبيره واللي كيكويو دقه بطله هي باليمين البركه اللي معاهم كاع ما كاينه في السكانير. نار شدني تاني الوجع شدني من جيبي وداز ديال الكرسي. قلت انا نمشي للسبيطار ديال الحومه شريت ابره ديال الوجع حيت عارف انا الدواء اللي فوق 20 درهم ما تلقاش في السبيطار. تميت غادي انا بحل ايها المواطنين دخلت بنت واحد الفرمليه تبارك الله اش نقول لكم لابسه البيض قلت لا جوج بيبان عم حطوطه قيت ملاهية مع واحد البورطابل مع الوقفة قالت لي عندك البلوشوش. قلت لي عندي البلو ليمون عتقيني اختير فيا الوجع. قلت لها شوية مالك ما كتغوت مالك غير شوية وزي جون سيزي بالشوكة. قلت لها اختي فين هي الشوكة ديال السبيطار؟ قالت لي سوقك سيزي بالشوكة. الشوكة ديال السبيطار خاتم حنا الفرملية خاتم صاحبة نقاشة سوقك. شي جبت الشوكة رجعت قلت لي شوف بلا ما تبقاش تغوت علينا سجاب القطن. شوف بزاف فين هو القطن ديال السبيطار؟ قلت لي سوقك مزرعة السعدية عبرت به السدادر ديال الصالون سوقك. شي جبت القطن تمي جيتين قلت لي شوف الحياة في الدين ما تقلقش اخويا كنا ليها صافي خاصك حاجه وحده تجيبها صافي. قلت لها شنو تن؟ قلت لها تجيب لانكول. شوف بزاف او فين هو لانكول ديال السبيطار عباد الله فين هو؟ قلت لها شاف بلا ما نبقى تغوت عليا وانا صيفطتك للحبس بالله انا فيا زوج. قلت لها لا تفك ثلاثه. قلت لها لانكول
الفرملي حميدة تقدر لي الشراب وكمل بلاكول ديال السبيطار. مشيت شريت لانكول تمي جيت لقى لي الاساس قال لي فين غالي يا خويا راه غن قال لي انا شدو عندهم توقيت صيفي شديت ديك البرد دقيتها بالجد قال لي انت اش كدير تي سوقك